نبدأ الرحلة بعد الصور من رحلة تونس سنة 84 بدعوة اتحاد الشغل الذي نرى رئيسه في ذلك الوقت. هذا من ما تحتفظ به السيدة سعاد العقاد، وهو عبارة على قاعدة بيانات للأسف ما زالت ورقية وليست يعني مرقمة لأغاني الشيخ إمام. ونرى فيها يعني كامل الأغاني مدونة مع النغمات التي لحن فيها هذه الأغاني، وكذلك نوع الإيقاع، إيقاعات التي استعملها وسرعة الإيقاع. هذا كل ما يمتلك الشيخ إمام، أعماله الفنية التي بقيت والتي لم يتمكن للأسف في حياته من العيش في رغد برغم قناته الفنية. هذه بطاقة تعريف من السفر كما يغني ويقول لنا. لم هو من السفر، لم هو من الغنى، لم هو من الكلام، لم هو من الاشتياق، لم هو من الاشتياق. هذه يمكن أن تكون من آخر التأشيرات التي تحصل عليها الشيخ إمام في زيارة تونس في نوفمبر 91. كان ذلك بدعوة من رابطة تونسية لحقوق الإنسان. هذه مجموعة صور كانت متعددة، ولما للأسف يكون هناك تبقى كثير من الوقت ومن مساحة الذاكرة الحية لهذا التصوير لأخذ كل الصور على حدة، كل صورة على حدة، فكانت هذه الفكرة في طرح كل هذه الصور على طاولة والمرور عبرها بطريقة بانوراما الكاميرا فيديو. أغلب الصور بطبيعة الحال مع أفراد عائلة الأستاذ المستشار نور العقاد. هذه الصور يعني مؤرخة من سبعينات القرن الماضي. هذه آلة التسجيل كانت تستعمل لتسجيل أغاني الشيخ إمام. السيدة سعاد العقاد في غرفة الشيخ إمام أثناء توضيب الشيء. هذا صديقنا عصمة النمر في منتصف السبعينات مع الشيخ إمام. ممنوع من اني اصبح بعشقك او امان، ممنوع من المنى شا، ممنوع من السكان، وكل
عيشهم في حبك بزيد الممنوعات وكل يوم بحبك.